أهم الشعراء في التاريخ الإسلامي منهم من عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، سطروا بأبياتهم ملاحم عن الدين والنبي صلى الله عليه وسلم، وخطوا حكما في الحياة والأخلاق. عليه زاد وأهدام وأخفية قد كان يجترها عن ظهره الحقب. نسجل سيرتهم ونبرز أشعارهم ونضعها هنا بكل التفاصيل. أتكرهني هبلت على دريد وقد أحرمت سيد آل بدري. برنامج شعراء مسلمون يبث في الأوقات التالية.